واحنا ولا كنا واقفين على جويتر، على كلمة جويتر. يعني ايه جويتر؟ كنا قلنا الحصة اللي فاتت ان جويتر معناها اللارجت سيروجرا، كلمة جويتر معناها اللارجت سيروجرا، وانها كانت جاية من كلمة يوناني او لاتيني يعني اسمها جتر. جتر يعني ثروت. يعني لو كان مثلا في اليونان خدوا بالهم الستات ساعات بيبقى عندها كركوعة في رقبتها، لان جويتر مور كومن ان فيميلز بنسبة 9 لواحد. يعني الباب ده باب الفيميلز اصلا. ف بعت انا مش عارف انا سؤال حاجه، ابعتيه تاني ما جراش حاجه. فاحنا لما نيجي نقول مثلا ان جويتر معناها جتر، وجتر يعني ثروت، وده تحوير كلمه جويتر. ليه واحده السيروت بتاعتها تكبر؟ يعني ليه واحده السيروت بتاعتها تكبر؟ يا التهبت التهاب، يا اما هايبر اكتيف، يا اما تيومر. ما بقولش التيومر ده بناين او مالجنت، اي حاجه بناين او مالجنت. فدول مفهومين كويس قوي، يعني مفهوم قوي ان اي غده تلتهب هتكبر. ما هو اي حاجه ولا بتلتهب بتكبر، يعني لو صباعك التهب، هيكبر. فاي حاجه بتلتهب بتكبر، فاهمين يا رب؟ اي حاجه هايبر فانكشننج حجمها هيكبر. اي تيومر، التيومر ده يعني اومه، تيومر ده يعني اومه يعني مظاهره، يعني اومه عرابي. نيو جديد، بلازم، نيو بلازم، نمو جديد، فالحجم هيكبر. السؤال الجاي، طب وايه السيمبل جويتر دي؟ ما نعرفش، بنحط سيرز، يعني احنا مش عارفين سببها ايه فبنحط سيرز، وبالتالي نقول لك انها بتيجي بالاكسكلوجن. يعني لما الاقي الجويتر ما هياش انفلاماتوري ولا توكسيك ولا نيو بلازم، او ما اقول عليها سيمبل. يعني انا في الامتحان لو قلت الاكزامينر ان عياني عنده سيمبل جويتر، فهو هيسالني ليه؟ هقوم اقول له جويتر، لان دي انلارجت ثايرويد جلاند. اللارجت ثايرويد، اي انلارجت ثايرويد جلاند اسمها جويتر. فهو هيسالني وانت عرفت منين ان السويلنج ده انلارجت ثايرويد جلاند؟ فانا هقول له انها في الفرونت اوف ذا نيك، في الماسكولار ترانجل، وموفز ويز ديجلوتيشن، يعني جوه البريتراكيال فاشل. فانا لو لقيت بتر فلاي سويلنج في الماسكولار ترانجل موفز ويز ديجلوتيشن، هو ده الجويتر، هي دي انلارجت ثايرويد، هو ده الجويتر. فهو هيسألني طيب وليه قلت لي سيمبل؟ هقول له لان انا اخدت هيستوري من العيانه وعملت لها اكزاميشن، ما لقيتش حاجه سجستيف اوف انفلاميشن ولا سيست ولا نيوبليزيا، قمت قلت لك انها سيمبل. طيب هاو تو كونفيرم يور كلينيكال دايجنوستس هاو تو كونفيرم يور كلينيكال دايجنوستس. السؤال الجاي ايه الانفستيجيشن؟ فاهمين انا عايزك توصل ليه يا ولاد؟ عايزك توصل ان كلمه سيمبل جويتر دي بالاكسكلوجن. لو انا خدت هيستوري وعملت اكزامينيشن لعيانه ما لقيتش عندها حاجات انفلاميشن ولا حاجات توكستي ولا حاجات نيوبلازم، تبقى بالاكسكلوجن هي دي. يا ولاد وصلت لها. لازم تفهم ان كلمه جويتر معناها انلارجت ثايرويد جلاند. وانت هتعرف منين ان السويلنج اللي قدامك ده جويتر يعني انلارجت ثايرويد جلاند؟ حاجه في الفرونت اوف ذا نيك في الماسكولار ترانجل، بتر فلاي وموف زوز ديجليتيشن، هتبقى ايه يعني؟ هتبقى جويتر، هتبقى لارج سيرجر. ولذلك انت لازم تفهم ليه بقول جويتر، ولذلك تفهم ليه انا علمتك الماسكولار. ممكن تقول له ان ذا فرونت اوف ذا نيك بس وتسكت، تقول له بتر فلاي سويلنج ان ذا فرونت اوف ذا نيك زوز ديجليتيشن، وممكن يقول لك هو بقى ساعتها الحته دي في النك بيقولوا عليها ايه، الفرونت اوف ذا نيك دي بيقولوا عليها ايه. هو بيلف ويدور على الماسكولار ترانجل، فخلص فاهمين يا ولاد؟ يعرفها يقول له معرفش، خلاص فاهمين. بس هي دي تعريف كلمه جويتر، انلارجت ثايرويد جلاند. وهو بيسالك انت كلينيكالي تعرف ازاي ان دي جويتر. السؤال الجاي هيسالك طب وليه بتقول لي ان الجويتر دي سيمبل؟ لان انا عملت اكزامينيشن، خدت هيستوري وعملت اكزامينيشن، ما لقيتش انفلاميشن ولا توكسيك ولا بلاز، فقلت لك سيمبل. ولذلك هنبدا دلوقتي ناخدهم بقى ايه بالوحده. يعني اول حاجه الانفلاماتوري جويتر، يا اكيوت يا سب اكيوت يا كرونيك. التقسيمه بتاعت الالتهابات، بتاعت اي التهابات، اكيوت وصاب اكيوت. والاوتو اميون ديزيز بتندرج تحت كرونيك عاده. الاوتو اميون ديزيز دي بتندرج تحت عنوان كرونيك. السؤال الجاي، يعني ايه اكيوت ثايرويدايتس؟ دي حاجه رير جدا ان يحصل خراج في الثايرويد، حاجه رير جدا. مين عرض؟ رير لدرجه ايه؟ ان انت مش هتلاقيها في الكتاب. شوفوا رير لدرجه ايه؟ ان احنا ما شرحناه جدا، ان حد يلاقي خراج في ثايرويد دي حاجه رير قوي. امال اللي بيحصل ايه؟ بيحصل سب اكيوت او كرونيك. طب اشهر كرونيك شيموتو، ها
هاشيموتو والريني دول يندرجوا تحت عنوان كرونيك ثايرويدايتس، بس كرونيك اوتو اميون. هاشيموتو وريدل، عشان كده لما نيجي نشرح هتلاقينا بنشرح سب اكيوت ثايرويدايتس وهاشيموتو ثايرويدايتس وريدل ثايرويدايتس. اشمعنى؟ عشان الاكيوت رير جدا، فاهمين الرد، والتي بي رير جدا، فهو الحاجه اللي بتتشرح لكم هي السب اكيوت والهاشيموتو وريدل ثايرويدايتس. فاهمين التقسيمه ولا لا؟ فاهمين التقسيمه؟ نيجي على السب اكيوت ثايرويدايتس. السب اكيوت ثايرويدايتس دي ليها اسم تاني اللي هو الديكرفان، الديكرفان ثايرويدايتس. هي دي السب اكيوت ثايرويدايتس، عباره عن ثايرويد جلاند حصل فيها فيروس. فيروس ليه؟ ليه؟ جاله ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او جاله ممس. السؤال الجاي، طب وانتوا يعني سمعتوا عن الكلام ده قبل كده ان الفيروس في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او الممس ممكن يصيب الثايرويد؟ سمعتها في الممس، سمعتها في الممس. يعني انتوا تعرفوا ان الممس ممكن يعمل ثايرويدايتس، بنكرياتايتس، اوركايتس. سمعناها في الممس لان انتوا خدتوا الممس قريب قوي في البط في الاطفال، فعارفين ان هو ممكن يعمل ثايرويدايتس وممكن يعمل بنكرياتايتس وممكن يعمل اوركايتس وممكن يعمل اوفورايتس. فهو عبارة عن فيروس وجي في الثايرويد جلاند نتيجة ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او ممس، فالغدة بدأت تبقى انفليمد. فاهمين يا ولاد؟ فلما الغدة بدأت تبقى انفليمد كده يا ولاد، الفوليكل اتكسرت، يعني الفوليكل اللي جوه الثايرويد بدأت تتكسر. فلما الفوليكل اتكسرت بقت شبه القلة اللي عماله تخر اللي فيه، يعني القله بدات تخر اللي فيها، الفوليكل اللي اتكسرت دي كده بقت عامله زي السلطانيه او الطبق اللي عمال يخر. يخر ايه؟ الفوليكل اللي اتكسرت دي هتخر ايه يا ولاد؟ من معلوماتكم كده في البيزك، ايه اللي جوه الفوليكل هيطلع بره؟ الثاير جلوبلين، تمام، الكولويد اللي هو الثاير جلوبلين، يطلع في الدم، يخر في الدم، يقوم العيان يجي له توكسيستي. العيان يجي له توكسيستي. بس بعد شويه القله اللي اتكسرت، يعني القلل بقت متكسره وفاضيه، فضيت خلصت اللي فيه، يقوم العيان يجيله مكسديما. وبعدين لانه صاب اكيوت انفلاميشن مش كرونيك هيخف، زي المامس، ما المامس لما بيجي في السليفري جلاند بيكسرها وبعد شويه بتخف، يعني السليفري جلاند بتلتهب ويكسرها وبعد شويه يخف. فاهمين يا ولاد؟ فهي اللفه في الاخر انه هيخف. اشمعنى؟ لان المرض سابق، لان المرض سابق اكيد، وكان العيان ده هيجي له دور برد، فلو لايك رياكشن، زي دور برد، يعني تعبان، فيفر وانوركسيا وهيديك ومليز، تعبان. وبعدين تبدا الثايرويد تورم. لما الثايرويد تورم نسميها ايه؟ لما الثايرويد تورم نسميها جويتر، تمام، وتبقى ريد وهوت وتندر وسوولن، ملتهبه زي المامس، زي المامس. وبعدين احنا هنمشيها كونزرفاتيف، يعني انالجيسيك وفلويد وبتاع، وبعدين هي هتخف. لو اتاخرت ممكن بيدوا كورتيزون بيسرع بالريليف بتاع السيمبتومز. فساعات يعني لو اتاخرت في انها تخف بيدوا ساعات كورتيزون. فاهمين يا ولاد؟ والحكايه دي في الطب يا اولاد مشهوره قوي دلوقتي في الفيرال انفكشن، لما يبقى في سيفير فيرال انفكشن بيدوا كورتيزون. مين اشهر مثال في الايام اللي احنا فيها دي، في الايام اللي الكوفيد 19؟ شاطره يا لينا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني فيري نايس اي يو، فيري رابيد ريسبونس، يعني ما ينفعش تكتبي ال جي خالص، يعني صح. تاخدوا بالكم دلوقتي ان هم لما لقوا ان الكوفيد 19 بيتاخر في انه يخف لدرجه انه هيموت العيان، بداوا يتدخلوا ضده بالكورتيزون عشان يمنعوا الانفلاماتوري ميديتور، السيرس، يقللوا السيرس. فاهمين على ده؟ لا، عشان كده الفكر، ما هو ده الفكر، لو اتاخر انا حدي كورتيزون. فاهمين على ده؟ لا. لو حبيت اجمع المعلومات على بعض هقول ان هو فايرال انفكشن، وان الموضوع بيبدا بابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن او مامز، وان العيان هيجي له فيفر، انوركسيا، هيديك، ماليز، وان الثايرويد جلاند هتبقى انلارجد الاستيك، انلارجد هتبقى لارجد ريد هوت تندر، وان العيان هيعدي بمرحله يبقى توكسيك وبعدين مرحله هايبو وبعدين نورمال. العيان في الاول توكسيك مانيفستيشن خفيفه وبعدين هايبو خفيفه وبعدين هيخف يبقى نورمال. طب هو ايه اللي حصل في الغده؟ الفوليكل اتكسرت، فلما الفوليكل اتكسرت عملت هايبر في الاول وبعدين عملت هايبو وبعدين خف. العلاج كونزرفاتيف. لو مطول او في ريميشن واكسسربيشن كورتي،
تعال نشوف كده يا اولاد مكتوب ايه. It is known as the Carvan viral infection, upper respiratory tract infection او mumps. الكورس احيانا بتيجي وتخف واحيانا بيبقى فيه ريميشن واكسسربيشن. ولما بيحصل ريبيتد ريميشن واكسسربيشن هو ده الانديكيشن فور كورتيز. في الاول التي 4 هيحصل له سلايت اليفيشن وبعدين يبدا يقل. ولو عملت ايزوتوب سكاننج على الثايرويد هلاقيها كولد رغم ان العينه ولاد توكسيك رغم ان عن توكسيك بس الجلاند بتتكسر. التوكسيستي دي مش هايبر فانكشن, التوكسيستي دي ديستراكتيف توكسيستي, يعني مش هايبر فانكشن في الجلاند, لا ده الجلاند بتتكسر. عشان كده ممكن تلاقي العن توكسيك, تلاقي العن توكسيك والجلاند كولد في الايزوتوب سكاننج. كولد لانها بتتكسر, التوكسيستي دي لانها بتسرب الكولويد اللي فيها السير جلوبلين اللي فيها بيطلع. عشان كده الجلاند كولد في الايزوتوب سكاننج. خلي بالكم كل الانفلاميشن اللي هناخده هيبدا بتوكسيستي وبعدين يروح على ميكسديما وبعدين الايزوتوب سكان كولد. كولد بقى واتفر عن توكسيك او ميكسديما. دي داتا خاصه بكل الالتهاب. اي التهاب في الثايرويد هيبقى توكسي في الاول وبعدين مع الدستراكشن الجامد يقلب بميكسديما. فهو الجلاند في الايزوتوب سكانينج كولد سواء في المرحله التوكسيك او المرحله الميكسديما كولد. كولد ليه؟ كولد لان يعني الغده بتتكسر. غده تبقى هوت لما تاخد يود كتير, تاخد يود كتير وتصنع ثايروكسين وتطلع, تاخد يود وتطلع دي بتتكسر. ده التوكسيستي فيها ديستراكتيف توكسيستي مش هايبر فانكشن, ديستراكتيف توكسيستي هايبر فانكشن. لو عايزين نزود الريسبونس اسرع بندي كورتيزون. في اي حاجه مش واضحه يا اولاد في السلايد بتاع السب اكيوت ثايرويدايتس دي كربان فايرال انفكشن يسرع اكتر انها فايرال كده اكتر انها فايرال. الفوليكل بتجدد نفسها, الابيسيليم بيجدد نفسه. تعرفين الابيسيليم بيسموه ايه؟ الابيسيليم بيسموه انه نوع من الخلايا. الابيسيليم ده انه نوع من الخلايا لابايل سيل. طول ما هو قاعد عمال يقول عايز اتكاثر لابايل سيل, فهو بيتكاثر وبيجدد نفسه. ابربت انست يعني صادم انست. ليه الاي اس ار اليفيتد؟ طب انا ارد عليك اقول لك ايه يا كريم يا مجرم؟ ما اي التهابات اكيوت بتخلي الليفر يطلع فايبرينوجين, فالفايبرينوجين بيجيب الار بي سيز على بعض. يعني الفايبرينوجين بيجيب الار بي سيز على بعض كده فيزود السيديمنتيشن ريت. ده اي اكيوت انفلاميشن بيعمل هاي اس ار اللي هم كانوا يعلموها لنا في الهيستولوجي زمان او احنا في سنه ثانيه, رولو فورميشن, انه بيخلي الار بي سيز تعمل رولو فورميشن. واي كرونيك انفلاميشن بيقوم مخلي الليفر يطلع حاجه اسمها امايلويد سبستانس فيعمل اميلودوزيس. ده بالنسبه للفايبرين. الفايبرين هو اللي بيعمل الرولو فورميشن. انما البكتيريا الانفكشن بصفه عامه تعمل ليكوسايتوزيس. الفايرال انفكشن يعمل لوكوبينيا وذ ريلاتيف ليمفوسايتوزيس. الفيروسات معظمها بتعمل ليكوبينيا وذ ريلاتيف ليمفوسايتوزيس. قولوا لي فيروس موجود في السوق اليومين دول بيعمل ليكوبينيا وذ ريلاتيف ليمفوسايتوزيس. الكورونا كوفيد 19 اولاد, وانتم بتقروا اولاد عن الكلام وانتم مش فاهمينه زي الناس اللي في الشارع. ده معناه انها معديه, فايرال انفكشن معدي. اوكي يا اولاد, عشان خاطر بتاخد وقت طويل. انت عارف اكيوت يبقى كل حاجه بتنتهي خلال شهر. لو اكتر من شهر بيسموها سبقك, لو اكتر من شهر يسموها سبقك, لو اكتر من شهر وما بتخفش يسموها كرونيك. يعني الاكيوت لما تبقى الاحداث كلها وزن شهر. كرونيك سب اكيوت يعني اكتر من شهر بس بتخف. كرونيك يعني اكتر من شهر وما بيخف. ليه الايودين ابتيك ديبريسد؟ عشان الفوليكل مكسره. هو مين اللي هياخد الفوليكل كلها مكسره؟ مين اللي هياخد؟ عشان الجلاند تاخد يوتير لازم تكون الفوليكل هايبر اكتيف. الفوليكل هايبر اكتيف فوليكل مش ديستراكتد فوليكل. هايبر اكتيف فوليكل مش ديستراكتد. شوف الولد انا ايه قاعد في سلايد واحد, شوفوا قاعد بشرح فيه قد ايه. انتوا في الاخر فهم ده مهم في الاخر, لان انت لما تيجي تقرا تلاقي ان انت مرتاح. هنخش على حاجه تانية اللي هي الاوتو اميون ثايرويدايتس اللي هي الهاشيموتو. الاوتو اميون ثايرويدايتس ده اللي هو الهاشيموتو. هو قبل ما ايه اخش على اوتو اميون ثايرويدايتس عايز اتاكد بس انتوا فاهمين يعني ايه. يعني ايه اوتو اميون؟ يعني الجسم بيطلع انتيبودي ضد سيلف انتيجين. الاميون سيستم بدا يطلع انتيبودي ضد التيشوز بتاعته. اميون سيستم ده ولاد اللي هو جهاز المناعه اللي بيدافع عننا اللي هو زي الشرطه والجيش. اوتو اميون ديزيز يعني ايه؟ يعني الحاجه دي بدات تهاجم شعبها. هو ده اوتو اميون. يعني ولاد ان بدات
الجهاز المناعة اللي مسؤول عن الدفاع عنك، فهمني، وعن خلاياك، يهاجم خلاياك، هو ده الزيزيز، فاهمين، على قد الاوتو اميون ديزيز. السؤال الجاي، طيب هو الانتبودي اللي طالع لجهاز المناعه، هو جهاز المناعه زي ما تقولوا كده دروخ، شد نفس وبدا يطلع انتبودي ضد الخلايا بتاعته، بدا يطلع انتبودي ضد الخلايا بتاعته. السؤال الجاي، الانتبودي ضد ايه؟ مش ده الفوليكل؟ عارفين اللي جوه ده اسمه، سيروغلوبولين، والخليه فيها كمان عضيات صغيره كده اسمها مايكروزوم، فهو بيطلع انتبودي ضد السيروغلوبولين وضد المايكروزوم، مطلع سيروغلوبولين ضد السيروغلوبولين وضد المايكروزوم. خلي بالكو انا لما برسم الفوليكل دايما برسمها مدوره، بس هي في الحقيقه الفوليكل مش مدوره، الفوليكل دي مكوره كوره. فهو عشان يوصل للسيروغلوبولين لازم يعمل ايه؟ عشان يوصل للسيروغلوبولين اللي جوه لازم يعمل ايه؟ يفرقع الكوره، لازم يفرقع الكوره، فهيخلي الفوليكل مكسره كده عشان يعرف يوصل للسيروغلوبولين. وحتى لو هاجم المايكروزوم بتاع الخليه هيبوظ الخليه، هيكسرها، يعني ده هيكسر الفوليكل، يكسر الفوليكل لان الانتيبوديز ضد السيروغلوبولين وضد المايكروزوم بتاع الخليه. عشان كده اول كلمه يعلمها لك ان المرض ده اوتو اميون دي، وان الانتيبودي اجينس ثايروغلوبولين وانتي مايكروزومال، انتي مايكروزومال انتيبودي زي ساعات يقولوا عليه انتي بيروكسيديز، يعني انتي مايكروزومال انتيبودي هو الانتي بيروكسيديز. الحقيقه ان مفيش اوتو اميون ديزيز مفهوش اوتو انتيبودي، يعني اي اوتو اميون ديزيز مفهوش اوتو لازم في اوتو انتيبودي عشان يكسر الحاجة. يعني السؤال الجاي، طب هو الهاشيموتو ده الانتيبودي احنا عرفنا هو ضد ايه؟ هو الاوتو اميون ديزيز بصفة عامة مور كومن ان ميلز ولا ان فيميلز، تمام، عواجيز ولا صغيرين وميدل ايج، تمام، وساعات يبقى عندهم ليمف نود كبيرة، ما ده الريتيكولوميسيليال سيستم، هو ده جهاز المناعة، ساعات تلاقوا السبلين كبير، تلاقوا الاي اس ار عالي. تعرفين يتميز الاوتومين ديزيز بان الاي اس ار اكتر من الاوتومين ديزيز، الاي اس ار اكتر من 100، تمام، ما شاء الله ما شاء الله، ده مستوى جميل. اذا انا ممكن اقعد اقول كلام كتير بقى، اقول ان هاشيموتو ثايرويدايتس مور كومن، في الميدل ايج، العينين بتاع الهاشيموتو ثايرويدايتس عندهم ليمف كبيره وسبلين كبير، ريتيكولوميسيليال سيستم هايبربليزيا، ما هو ده جهاز المناعه. والعيان بتوع الهاشيموتو ثايرويدايتس دي ممكن الاقي عندهم سكين مانيفيستيشن. انتوا تسمعن ان السيستميك لوباس بيعمل مالر فلاش، وروماتويد ارثرايتس يعمل سديول، هو الاوتومين ديزيز دايما فيها سكين مانيفيست، يعني مش عليكم الكتاب الاثر العيني مش كاتبها، ساعات يجي لهم بايوديرما جانجرينوزا، وساعات يجي لهم اريسيما نودوزم، يعني ساعات بيجي لهم كلام بالانجليزي في الجلد، وبيجي لهم ليمف نود، ويجي لهم سبلينو ميجالي، والسعر عالي. حلو قوي، الكلام اللي انا بقوله ده اسمه كلام في الهجايز، يعني ده كلام بتاع اي اوتو من ديزيز هقوله انه في ميل وميدل ايجد وليفر وسبلين وليمف نود كبار والسعر عالي، كلام عادي جدا، كلام في الهجايز. يعني فين الكلام السبيسيفيك؟ ان في انتيبوديز اجينست الثايروغلوبولين وانتي مايكروزومال انتيبودي اللي هو انتي بيروكسيديز، وبعدين الفوليكل هتتكسر والخلايا هتبقى مليانه ليمفوسايت، الجلاند هتبقى مليانه ليمفوسايت، يعني الخلايا اتكسرت والجلاند مليانه ليمفوسايت. ليه يا ولاد الجلاند مليانه ليمفوسايت؟ ليه الجلاند مليانه ليمفوسايت وبلازما سيل؟ ليه مليانه ليمفوسايت وبلازما سيل؟ بيريمينوبوزال، عشان خاطر هما ده الاميون سيستم، هو ده اللي بيطلع انتيبودي، يعني هو ده الاميون سيستم. فاي انت عارفين لو حد عندها روماتويد ارثرايتس وخدت عينه من المفصل هتلاقي مليان ليمفوسايت وبلازما سيل، لو حد عنده سيستميك لوبس مثلا وخدت عينه من الكلى هتلاقي مليان ليمفوسايت، يعني هو ده جهاز المناعه. لو قلت لك ان العينه دي في اول خالص وهيسموها هاشي توكسيكوزيس، وبعدين هتبقى عندها ميكس ديما، وتبقى الهاشي موتو، هتستغرب لو قلت لك انها في بدايتها هتبقى هاشي توكسيكوزيس وبعدين يجي لها مكسديما فتبقى هاشي موتو. طب شوف الكلمه الجايه كده، لو قلت لك ان العينه مش هتخف قابلها ولا لا؟
اوتو ميون ده كرونيك كرونيك، كل شويه جهاز المناعه بيطلع الانتيبوديز، يبطل شويه ويرجع يطلع الانتيبوديز، يبطل شويه ويرجع يطلع انتيبوديز، مش هتخف، دي كرونيك. ولذلك احنا هنا بقى غير الاكيوت، الاكيوت كانت اتكسرت بالفيروس بسبب الفيروس، وبعدين يعني سب اكيوت اتكسرت بسبب الفيروس وبعدين فوليك الخفي، انما دي كل شويه جهاز المناعه يطلع انتيبودي، كل شويه جهاز المناعه يطلع انتيبودي، كل شويه جهاز المناعه عمال يطلع انتيبودي، ممكن يتحسن شويه بس بيرجع تاني يزيد، يتحسن شويه ممكن يرجع تاني يزيد، بس هي مش طب لو قلت لك ان الايزوتوب سكاننج الجلاند هتبقى كولد تستغرب؟ لو قلت لك ان الايزوتوب سكاننج الجلاند هتبقى كولد تستغرب؟ ما الجلاند بتتكسر. طب وهي هاشي توكسيكوزيس، وهي هاشي توكسيكوزيس هتبقى كولد؟ وهي هاشي توكسيكوزيس هتبقى كولد؟ اه هتبقى كولد، تبقى كولد طبعا، لان اللي كتب هوت يا احمد يا مجرم، التوكسيستي ده من الدستراكشن بتاع الفوليكل، مش هايبر فانكشن في الفول. انت قالوا انتوا بتشربوا حاجه يعني في طلبه كده ايه، انت قاعد يا احمد انت سمعتني ولا لا؟ الفوليكل عماله تتكسر، الفوليكل عماله تتكسر، فالتوكسيستي اللي عندها ده من الدستراكشن مش هايبر فانكشن اوف ذا جلاند. وانا اقول يا ربي العيال بتغلط في الام سي كيو دي ايه؟ اقول لك اصل العيال دي بتقعد تشد انفاس في الحصه وتعمل دماغ وتسمع الحاجه اللي تحبها، فاهمين يا ولاد؟ طيب يعني الجلاند يا ولاد كده مش هتخف، الجلاند كولد. طب يلا ولاد عالجولي كده العين، انتوا ايه رايكم لو جات لك واحده عندها هاشيموتو، تحب تديها استرويد؟ احب اديها استرويد والانتيبودي تتر عالي، لو في مرحله الانتيبودي تتر عالي احب اديها استرويد. بس خلي بالكم الاوتو امين ديز كلها تتميز بانها فيها ريميشن واكسربيش، ريميشن يعني ساعات جهاز المناعه يطلع انتيبودي بكميات كبيره او ساعات يهدى، وبعد شويه يطلع انتيبودي تاني بكميات كبيره وبعدين يهدى. فالاوتو امين ديزيز بصفه عامه فيها ريميشن واكسربيشن، فلما يكون الانتيبودي تتر عالي انا حدي كورتيكوسترويد، واطي مش حدي كورتيكوسترويد، وكده كده لازم ادي سايروكسين. ليه يا اولاد لازم ادي ليه لازم ادي سايروكسين؟ ليه؟ لانها موتو، لانها موتو، ولان الجلاند موتو يعني انا عندها مكسديما، فانا لازم حدها سايروكس. واديها كورتيزون امتى؟ واديها كورتيزون امتى؟ اديها كورتيزون لما الانتيبودي. بعدين الواد هشام ده مجرم بيقول لك طب ما نشيلها يعني. طب انت ايه رايك يا هشام، انت ممكن الثايرويد بتاعتك تبوظ في اي وقت، ما تيجي نشيلها؟ يا لهوي لا ده في مشاكل تانية، ممكن الكيدني بتاعتك برضو تعيا في اي وقت، ما تيجي نشيلها؟ ده استنى استنى، ممكن مخك يعيا لها في اي وقت. ايوه صح، لكن العيانه دلوقتي هاديه ومش متضايقه من حاجه، يعني هي مش متضايقه، مش متضايقه، ما فيش كلكوعه مضايقاها، هي مش متضايقه ومصر مش متضايقه. انت متضايق ليه؟ انت متضايق ليه؟ انا مش لاقي سبب ان انت متضايق. تعرف امتى اشيلها يا هشام؟ عارف امتى اشيلها؟ لو كانت بالوقت تقلب مالجنانت اقوم اشيلها على طول، او لارج وعامله كوزموتيك ديسفيجرمنت او بريشر مانيفستيشن اقوم اشيلها على طول. انت عارف يا احمد انها بتقلب ساعات لمفوما، بس رير جدا، رير جدا انها تقلب ساعات لمفوما. انت عارف لو كانت بتقلب لمفوما بنسبه كبيره كنا هنعمل ايه؟ لو كانت بتقلب لمفوما بنسبه كبيره كنا هنعمل ايه؟ لو كانت الهاشيموتو دي بتقلب لمفوما بنسبه كبيره كنا هنعمل ايه؟ كنا هنشيلها. يعني ما ينفعش اقول لها بصي انت عندك التهابات بتقلب سرطان بنسبه كبيره قوي، فاحنا هنمشيها يعني كده كونزرف لغايه ما تقلب سرطان وبعدين انبهر، هتقوم قلع الشبشب ومدياك فوق راسك. لكن لو كان السرطان، لو كان الهاشيموتو ده بطبيعتها ما بتقلبش مالجنم، ده نسبه قليله قوي وعليها اختلافات، هي بتقلب لمفوما ولا هي بتبقى لمفوما فروم ذا ستارت، يعني حتى هما مختلفين هي بتقلب لمفوما ولا هي لمفوما فروم ذا ستارت. فخلاص انا هشيلها دي، حرام عليا حرام عليا. في الاخر هقول لك ان علاج الهاشيموتو ميديك، وان انا حد العيانه كورتيزون زائد سايروكسين لو الانتيبودي تتر عالي، وحد العيانه سايروكسين بس لو الانتيبودي تتر واطي، هدي سايروكسين بس. خلي بالكم احنا ما بنحبش ندي الكورتيزون بدون داعي لانه بيعمل كوشنج كوتشينويد فيتشرز وبتاع، فما بنحبش ندي الكورتيزون كده عمال على بطال يعني. طب وات از ذا انديكيشن فور سيرجري؟ كوزماتيك ديسفيجرمنت او داوتفول دايجنوزيس انها ليمفوما او تحولت ليمفوما، يعني رابيد انكريز ان سايز، ليمف نود كبيره، يعني حاجه قلقاني. ليه بندي سايروكسين؟ عشان هي عندها ميكسديما يا خالد. هو لو واحده عندها هاشيموتو عندها ميكس، عايز اسمع اجابتك يا خالد، لو واحده عندها هاشيموتو عندها ميكس، رد عليا يا خالد يا مجرم، لو واحده عندها ميكسديما عندها هاشيموتو عندها ميكسديما عندها نقص سايروكسين تديها ايه؟ واحده عندها نقص سايروكسين تحب تديها ايه؟ لو واحد عنده نقص كباب تدي له ايه؟
لحد عنده نقص كباب اديله كباب، حد عنده نقص طعمية اديله طعمية، حد عنده نقص سيروكسين اديله سيروكسين. هي كل ما الفوليكل تحاول تصلح نفسها بيطلع انتبودي يكسرها تاني، كل ما الفوليكل تحاول تصلح نفسها بيطلع انتبودي يكسرها تاني. نشوف بقى أولاد ايه الكتاب كاتب. انا عارف ان الكتاب كاتب اقل من اللي انا قلته، الكتاب كاتب اقل من اللي انا قلته حتى، يعني المفروض اما تيجي تقرا دلوقتي تلاقي كله كلام فاضي. هو انتبوديز اجينت الثايرويد، الثايرويد انتيجين لا الثايرويد جلاندي. ات فيرست هيحصل انفلتريشن اوف ذا جلاند بالليمفوسايت والبلازما سيل اللي هو جهاز المناعه، بعد شويه الاسيناي هتتكسر وتبقى ريبليزد بالليمفوسايت والبلازما سيل. بس شايفين الهجمه يا اولاد، شايفين الهجمه بتاع جهاز المناعه، جهاز المناعه واقف كده يا اولاد، ليمفوسايت 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 والفوليكل قدامه هجم على الفوليكل يا اولاد وعمال يكسر عمال يكسر، وكل شويه يريبليس حته اكبر من الجلاند، كل شويه هيريبليس حته اكتر من الجلاند. فاهمين يا اولاد؟ الجويتر في الاول لما تلتهب في الاول هتبقى انلارجد وديفيوز، بعد كده الجرانيليشن تشو بيهيل بفايبروزيس فتعمل نوديولز، يعني في الاول هتبقى ملتهبه فانلارجد وديفيوز وبتوجع، انلارجد وبتوجع. بعد شويه مع الكورونيستي جرانيليشن تشو اكيد انا برضو التريكو نسيته، انا كنت علمتكم باب البريست ان اكيوت انفلاميشن يعني جرانيليشن تشو حتى لو اوتو ميون في الاكيوت فيز بتاعه، كورونيك جرانيليشن تشو هيل بفايبروزيس. حصل هذا الكلام يا ولاد؟ ان انا قلت لكم في الاكيوت انفلاميشن بتبقى الانسجه اسمها جرانيليشن تشو بتبقى فاسكولار مليانه ايه؟ لو بكتيريا بي ان ال، لو فيروس ليمفوسايت، لو اوتو اميون ليمفوسايت وبلازما سيل. يعني الجرانيليشن تشو في خلايا نوعها ايه؟ هو مين اللي عامل الالتهابات؟ ومين اللي عامل الالتهابات؟ طب الجرانيليشن تشو هتهيل بايه؟ لو حاجه كورونيك تهيل بفايبروزيس. طب والفايبروز هيعمل ايه في الجلاند؟ هعمل لها نديول، هعمل فيها نديول. نديولز دي يا اولاد ما بتبقاش بومبي كده، فلات طب هضبه هضبه كده مش بومبي. فايندينج ملهاش تفسير بس هو فايندينج اكتر، بنلاقي النديولز عامله زي فلات زي الهضبه كده فلات طب مش بومبي، بومبي فلات طب. فاهمين يا اولاد؟ وانا بصراحه ربنا ما بحبش اقولها لان انا في الاخر لازم هاخد بايوبسي عشان اعرف هي دي. فاهمين يا اولاد؟ فيعني مش هتفرق بقى هي بومبي ولا فلات توب، بس هو كتاب الاصل عيني كاتبها، وبالتالي انا مضطر افهمها لك. انما يعني واحده من الحاجات في المورفولوجي في الباثولوجي اللي هو الماكروسكوبيك بيكتشر، الماكروسكوبيك بيكتشر يقول لك ان ديول ما بتبقاش بومبي بقى فلات توب. جلاند لارج في الاول سوفت وبعدين رابري وبعدين فيرم. امتى اولاد هتبقى فيرم؟ يعني امتى الجلاند لما تقلب فايبروزيس كرونيك، لما تقلب كرونيك. سيبكم من الليمفوما دي يا اولاد، يعني دي رير قوي، يعني الليمفوما على الهاشيموتا اولاد رير، رير ايفنت، ات مايت اكير، ات مايت اكير بات رير. بقول لكم ده في ناس بتشكك في ان العانه كان عندها اصلا ليمفوما. فاهمين يا اولاد؟ فمش عايز حكايه الليمفوما دي تحتل مساحه كبيره في دماغك. يعني انا عمري ما هقول ان في ليمفوما لما الاقي رابيد انكريز ان سايز وليمف بيره وهورس فويس، يعني في مشاكل كبيره عند العيانه، الليمف نود بتاعتها كبرت وصوتها بح وبتاع، يعني في مشكله كبيره، في مشكله كبيره فعلا عند العيانه. فاهمين يا اولاد؟ لا، لكن في الاول الالتهابات في اولها بتبقى سوفت، وبعدين تنشف شويه تبقى رابري زي الاسد، وبعدين تنشف قوي فتبقى فير. انيشيالي هايبر ثايرويديزم ليتر اون هايبو، في الاول هايبر في مرحله الهاشي سيكوزيس، وبعدين هايبو في مرحله الهاشي موتو مرحله الهاشي. الجلاند في الاول رابري في اول التهابات خالص، وبعدين في الاول التهابات خالص سوفت، وبعدين تبقى رابري يعني زي الاستيكه كده، وبعدين تبقى فيرم لما يبدا الفايبر. في اليفيتد سيرم انتيبودي تتر اللي هو انتي مايكروزومال انتيبودي وانتي ثايروجلوبولين انتيبودي. الفاين نيدل اسبيريشن، طبعا النديول اولاد من نص سنتي لغايه 2 سنتي بنعمل فاين نيدل اسبيريشن. ترو كات دي يا اولاد ما حدش بيعملها ابدا، وفي ناس تقول لك لو النديول اكتر من 2 سنتي يعني ما فيش احتمال للخطا، لو النديول اكتر من 2 سنتي. احنا لما بنعمل اولاد بنعمل فاين نيدل اسبيريشن، النديول من نص لغايه 2 سنتي فاين نيدل اسبيريشن، اكتر من 2 سنتي ممكن نعمل ترو كات نيدل او كور كاتنج عشان ما نعورش الريكرنت لارين، عشان نفرق بين الهاشيموتو من النوديلار جويتر او الكارسيدوما. طب انا هعرف ازاي من البيوبسي يا اولاد ان دي هاشيموتو؟ هعرف ازاي من البيوبسي؟ الليمفوسايت، الليمفوسايت والبلازما سيل والديسترويد فوليكل، يعني فوليكل ديسترويد وليمفوسايت وبلازما سيل. فاهمين يا اولاد؟
هدي سيروكسين فور ريبليسمنت اوف سيروكسين. وانا قلت لكم ان انا ممكن ادي كورتيزون لو الانتيبودي تتر عالي، ممكن ادي كورتيزون، وان انا مش هعمل ثايرويدكتومي ابدا الا لو عامله كازماتيك ديسفيجرمنت او بريشر ماليشن او داوتفول دايجنوست. لكن المين لاين اوف تريتمنت في الهاشيموتو ميديك. الصفحه دي فيها حاجه ولا صفحه؟ ان ده اوتو انتيبودي اوتو مين، وان البلازما سيل والليمفوسايت بتنفلتريت الفوليكل جراديوالي وتكسرها ايفينشوالي، هيبقى الغده كلها ليمفوسايت وبلازما سيل والفوليكل اتكسر. في مشكله اولاد في ان الجلاند لما بتلتهب بتورم، في مشكله عند الطالب في الفكر العادي ان صباعه لو التهب يورم والغده لو التهبت بتورم. في الاول في مرحله الاكيوت هتبقى رابري او سوفت، وبعدين تنشف شويه تبقى رابري، ولان الالتهاب كرونيك هيبقى فيه فايبروزيس، ففي الاخر هتبقى فيرم فيرم وفي نوديولز فيرم وفي نوديول، ولذلك في الاخر خالص هتبقى الثايرويد انلارجد وفيرم ومليانه نوديول. يميز النوديولز دي انها فلات توب هضاب، وان العيان في الاول هيبقى هايبر ثايرويديزم وبعدين هايبو. العيان في الاول هايبر ثايرويديزم وبعدين هايبو. فاهمين على ده ولا لا؟ الصفحه دي فيها اي مشكله؟ الصفحة دي فيها اي مشكلة يا ولاد ولا كله تمام؟ الصفحة التالتة بتناقش احنا هنعمل انفستيجيشن ايه؟ انا هقيس الانتيبودي تتر، الانتيبودي اللي هو ايه؟ اللي هو الثيروجلوبولين والانتي مايكروزومال انتيبودي. طب وبعد ما اقيس الانتيبودي تتر في الدم، انتيبودي تتر في الدم، هاخد هعمل الترا ساوند وفاين نيدل اسبيريشن. ليه يا ولاد الالترا ساوند قبل الفاين نيدل؟ ليه الالترا ساوند قبل الفاين؟ تمام ده عيوننا، لان الدكتور لما ينشن لازم يصيب، الدكتور لما ينشن لازم يصيب، عشان كده لازم اعمل الفاين نيدل عشان اعرف انشن بالابره كويس. وان انا ممكن اعمل فاين نيدل اسبيريشن لو النيديولز من نص سنتي ل 2 سنتي، اكتر من 2 سنتي ممكن اعمل ترو كاتنج او كور كاتنج بايوبس. وان العلاج هو سيروكسين واحيانا كورتيزون، سيروكسين واحيانا. ما بتسالني هو ليه الفوليكل لما بتتكسر بتعمل سيروتوكسيكوزيس؟ لان في 10,000 فوليكل دلوقتي اتكسروا مره واحده، ولما اتكسروا مره واحده صار خرج صار جلوبلين اللي جواه. في 10 انا عايزك تتخيل ان انت في اوضه مليانه بلالين فيها جيلي، يعني اوضه مليانه بلالين فيها جيلي، وبعدين حد دخل على الاوضه بدبوس، يعني كان عكس نجاتي، نجاتي كان بينفخ بلالين، ده دخل على الاوضه بدبوس طك 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 فرقع البلالين، فالجيلي كله طلع على بره، طلع على بره الاوضه في الصاله عند بابا وماما، فالجيلي لما طلع بره خلاص. اسكنازي دي الفوليكل المكسره اسمها اسكنازي سيل. احيانا عبد الرحمن انا بطنش ما بقولش حاجات عشان مش مكتوبه في كتاب الاصل، لكن الفوليكل المكسره اسمها اسكنازي. ليه اسمها اسكنازي؟ لان المرض اسمه هاشيموتو، اكيد تبقى الخلايا اسمها اسكنازي اكيد، يعني واضح ان المرض ميد ان جابان، لان الهاشيموتو ده كومن في اليابان، يعني ناقصوا الخلايا اللي هيفتكروها جديده تويوتا وميتسوبيشي، يعني ناقصوا تويوتا وميتسوبيشي، المرض هاشيموتو والخلايا اسكنازي، يعني عايز ايه تاني؟ فاضلها تويوتا وميتسوبيشي، لان الورم ده كومن في اليابان. نخش على ريدل ثايرويد. الحقيقه ان ريدل ثايرويدايتس ده اولاد مرض غريب جدا، ثايرويد قاعده في امان الله فجاه تتليف، فايبرستيشو تتنفخ فايبرستيشو تتنفخ فايبرستيشو، يعني مش فايبرستيشو بيعمل لها ريكويل، لا فايبرستيشو بينفخها احساس محشي فايبرستيشو اتنفخت مليانه فايبرس هارد وودن الخشب شويه، والفايبرستيشو يخرج بره الجلاند. هو الفايبرستيشو لو خرج بره الجلاند يمسك، فايبرستيشو اولاد لو خرج بره الجلاند يمسك في التراكيه ويمسك في مين كمان؟ والاسوفجس والكاروتي تشيز، يعني عادي في الرقبه يعني. يعني اكيد انتوا فاكرين المقطع لما ادي التراكيه وادي الاسوفجس وادي الريكارنت لارينجيال وادي الثايرويد وادي الكاروتي تشيز هنا والكاروتي تشيز هنا والاستراب ماسل والاسترنوماستويد. فالفايبروس هيمسك في ايه؟ هيمسك في الاستراب ماسل والاسترنوماستويد، هيمسك في الاستراب ماسل والاسترنوماستويد، وهيمسك في التراكيه وفي الاسوفيجاس وفي الكارانتيلارينجيال وفي
وتبقى ودن ودن شويه، الوليه بعد ما رقبتها تتليف يقوم حصل لها ميدياستاينال فايبروزيس، وبعد ما يحصل لها ميدياستاينال فايبروزيس يقوم يحصل لها ريتروبروتونيال فايبروزيس، وتبقى المراه المتليفه. المراه المتليفه يعني هي كلها بتتليف دلوقتي. المرض ده خطر يا ولاد، المرض ده خطر. لما حد يجيله فايبروزيس ده خطر. طبعا عمرك شفت ليفه ماشيه في الشارع؟ الولاد بتتليف. السؤال السبب ايه؟ ما نعرفش. في ناس بتقول اوتو اميون، بس هو ما بيستجيبش حتى للكورتيزون. ام ريهام قالت لي دي بقى تتشال، لو جدعه شيليها. انت عارفه ريهام اما تخشي هتلاقي كله ماسك في بعضه، فانت ممكن تضطر تشيلي بقى الثايرويد بالتراكية بالاسوفيجاس بالكاروتيد شيس، لانهم لازقين في بعض، فيبقى العام بتاعك عباره عن قفا بس. فلو عايزه العيان يبقى قفا، تعرفين بنخش نعمل ايه يا ولاد؟ احنا بنتخض من منظر. هو الفكره ايه؟ الفكره ان الجلاند ناشفه قوي حجر، فاحنا بنفكر انها مالجنه، بنفكر انها انابلاستيك كارسينوما، هي اللي بتبقى ناشفه قوي كده الانابلاستيك، فاحنا ايه بنفتكرها سرطان، وبعدين بنفتح عشان يشيلها. فبنفتح ليه بقى؟ لان انا حتى ما باخد بايوبسي بتطلع البايوبسي مليانه فايبرس تيشو، فبتاع الباثولوجي مش فاهم ايه الفايبرس تيشو اللي قدامه دي، فبيقول لك ان العينه ان ادكويت، فاحنا بنقول بقى ده بتوع الباثولوجي دول منيلين وما بيعرفش يشخصوا. فبنخش نلاقي المنظر بقى كله لازق في بعضه كده، ما نعملش اي حاجه ولا نقطع الاذن كده عشان نخلي اللوب اليمين كده واللوب الشمال كده بعد عن بعض، ونعري التراكيه عشان الديسني، وناخد بايوبسي ونطلع، بس ما نعملش اي حاجه تاني، تقطع الاسمص وتاخد بايوبسي بس خلاص. يا لهوي يا دكتور، وليه ما شلتش لو راجل شيء؟ وانا بقول لك لو راجل شيء. طب يا دكتور انت كده سبت كل حاجه متليف. ما تخافش، مش دي بس اللي متليف. بعد شويه الميدياستاينم هيتليف والريتروبوتريال تيشو هيتليف والولايه هتموت، يعني انا هعمل ايه؟ وده حاجه من الحاجات اللي الطب مش عاجز عنها يعني، بس هي فيري رير تايب اوف انفلاميشن، لدرجه ان انا مثلا ما شفتش حد سال فيه اي سؤال ولا ام اس كيو، حاجه رير جدا. ولا انا كنت بحب زمان وانا قدكم احفظه ليه؟ عشان خاطر امتحان الكلينيكال. دايما زمايلي حافظين ان السرطان ياكل السراوندنج ستراكشر، فانا في الكلينيكال اخش بقى اعمل بنشنج تيست كده قدام الاكزامينر للجلد والمسل، فالاكزامينر يسالني انت بتعمل ايه؟ اقول له بعمل بنشنج تيست للمسل والجلد عشان اشوفه هو لازق في الجويتر ولا لا. فهو بيسالني عادي، بيسالني طب وامتى الجلد والمسل يبقى لازق في الجويتر؟ فزمايلي كلهم بيجاوبوا عشان السرطان مالجنسي انفلتريتنج، انا اقول له مالجنسي او ريدل، فهو ده زمايلي كلهم بيقولوا مالجنسي، ما عدا انا اللي قلت له مالجنسي او ريدل. يقوم ريقه يجري على مين؟ ريقه هيجري على ايه يا اولاد؟ اكيد على الريدل. فهيسالني ايه الريدل ده؟ فانا هقول له كلام الحقيقه مش كتير، بس زمايلي غالبا بيسبوه، يعني هقول له كلام مش كتير بس هو زمايلي بيسبوه، انا عارف يعني فاهمين يا اولاد. فهقول له ان هو مرض اوف انون ايتيولوجي، ناس بتقول انه كولاجين ديزيز واوتو اميون، بس هو الاكتوال كوز انون، وانه بيحصل اكستنسيف فايبروز جوه الجلاند وبعدين يخرج بره الجلاند ويقولوا عليها وود النك، وبيخش على الميدياستاينم وبيخش على الريتروبروتونيال تيشو، والمرض اصلا باب بروجنوزيس. طب بنعالجه ازاي؟ بنفتح وناخد بايوبسي، نقطع الاسمس وناخد بايوبسي كده. اللجنه قفلت كده، محدش تاني ياخد في المرض خلاص، لان اللي جاي اي حد داخل يشد الجلد هيساله بتشد الجلد ليه؟ قال له مالجنسي، قال له مالجنسي او ايه؟ انت فكرته جوه خلاص، فقال له مالجنسي او ايه؟ فهي كانت من الحاجات اللي يعني دايما وانا بذاكر انا كنت بخلي حتت كده اللي هي هدايا الاصدقاء، اللي هي هدايا الاصدقاء اللي هي كده خلاص زمايلك لبسوا، لان احلى حاجه في اللجنه يا اولاد مش انك تاخد في المرض، هو احلى حاجه في اللجنه ان انت الوحيد اللي تاخد فول مارك فيه. يعني مش احلى حاجه انك تاخد فول مارك، وايه يعني؟ افرض كل اللجنه خدت فول مارك، افرض واحد اكزامينر من الهبل اللي بيجي يدي الناس كلها فول مارك، ايه المتميز؟ لكن هو احلى حاجه يا اولاد ان انت الوحيد اللي تاخد. دي بتحسسك بسيلف ساتسفاكشن غير طبيعي. لا لا لا، مفيش حاجه حرام يا مي، مفيش حاجه حرام. زمايلك هم بيرتبوا على دفعتهم بيعملوا بيبر حلو، لما بيكتبوا بيبر حلو، انت تقدر تقولوا له ما تكتبش حلو حرام. احنا بناخد في وسط بعض يا مي ريع الندره، ريع الندره ده اسمه تنافس مشروع مش حرام، ده تنافس مشروع. انا نفسي ابقى احسن واحد في اصحابي، ما نفسيش ان اصحابي يبقوا وحشين، بس انا نفسي ابقى احسن واحد. حاجه عاديه انا طيب والله مش شرير يعني، بس بستخدم موهبتي. وانت بتذاكر لازم كل باب تبقى محضر هدايا اصحابك عشان ما تخش على الحاله هتثبت الاكزامينر. تعالوا نشوف كده اولاد الريدل سيرودايتس دي ايه.
مكتوب عنها ايه؟ It is autoimmune or collagen disorder. محدش عارف يعني ناس تقول autoimmune او collagen disorder. Hard woody transformation of the thyroid. يعني الثيرويد تيشو بيبقى وودي، هارد ناشف وودي زي الخشب. Due to extensive fibrosis which extends even beyond the gland. يعني extensive fibrosis الثيرويد وبره الثيرويد beyond the gland. It may occur in association with retroperitoneal fibrosis and mediastinum. بنعمل ايه؟ بنعمل بايوبسي. طلعت ريدل ثيرويدايتس، ما بعرفش اعمل له حاجه. لو طلعت ريدل ثيرويدايتس انا ما مش عارف اعمل له حاجه. فاهمين هذا؟ لا، عشان كده ولاد الريدل ثيرويدايتس زي ما انتم شايفين مرض ما بنعرفش نعمل له حاجه. يعني انا احب ان الطالب يحفظ عليه المراه المتليفه، وودي النك او فروز النك والمراه المتليفه، لان بعد شويه الميدياستاينم هيتليف والبريتونيوم هيتليف وهيجي لها حاجه اسمها سكليروزنج كولانجايتس البايل داكت. لولاحتي فهو في كلمتين تحفظهم كده، وودي النك والمراه المتليفه، فروز النك لانها قفشه ببعض، فروز النك والمراه المتليفه. هذا لا تيبس. بص على قد التيبس مش هتلاقوا فيه حاجه عن الريدل، قليل قوي ما حد بيسال عن الريدل، بس لانه قليل قوي الناس بتسيبه، فلانه الناس بتسيبه حلو بيبقى المازه. الديكرفان ثيرويدايتس موستلي ديو تو فايرال انفكشن مامز او ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. الديكرفان ثيرويدايتس از اسوشيتد ويز ثيروتوكسيكوزيس في الاول وبعدين ميكسيديما وبعدين الهاشيموتو ثيرويدايتس اوتو اميوزيس انتيبودي. الانتيبودي ضد الثيروجلوبلين والانتي مايكروزومال انتيبودي. الثيرويد انتيبوديز ار اليفيتد في الاوتو اميون ثيرويدايتس. اكيد يعني هو الانتي مايكروزومال انتيبودي ضد الثيروجلوبلين. ات برودوسز نودولار سيرفيس ويتش النودول فلات توب. الاوتو اميون ثيرويدايتس اوفن بريزنت وانيشيالي ويز هايبر ثيرويديزم وبعدين هتقلب بميكاتليد تو هايبو. اي حاجه غريبه يعني لو حد في قرا التيبس، هي دي الامسكات اللي يعني دي الامسكات اللي جت قبل كده في القصر العيني كلها فيها اي حاجه غريبه. في الاول هتعمل شويه توكسيستي خفيف في الاول وبعدين هتعمل ميكسيديما. يعني ليه هتعمل ميكسيديما؟ طبعا ولو عملت عليها ايزوتوب سكاننج هتلاقيها كولد. لان الجلاند اتكسرت وبقت ريبليزد بفايبرس تيشو. كالات هنخش على السيمبل جويتر. هي سيمبل جويتر حالات كتير قوي، يعني معظم الحالات اللي بتشوفوها في اللجنه بتاعه الامتحان واللي بتشوفوها في الراوند وبتاع هي سيمبل جويتر معظم الحالات. تعالوا ندردش، انا سايب صفحه فاضيه. بصلات دي الثيرويد، دي منظر الفوليكل كيوبويدال سيل كده، سنجل لاير اوف كيوبويدال سيل وكولويد. ايه اللي حصل عشان يحصل عن سيمبل جويتر؟ ما نعرفش من الناس تحت. يقول لك غالبا حصل ان الثيروكسين قل شويه صغيره، فلما الثيروكسين قل شويه صغيره راح التي اس اتش عالي شويه صغيره، يعني الليله كلها واش. الثيروكسين قل شويه صغيره راحت تي اس اتش عالي شويه صغيره، فراحت الفوليكل بقت هايبر بلاستيك، يعني دي نورمال فوليكل، بقت الفوليكل هايبر بلاستيك، الخلايا بقت كولامينر، وعددها زاد، يعني اصبحت استيميوليتد فوليكل اللي هو بين قوسين يعني هايبر بلاستيك فوليكل. فاهمين على؟ وبعدين العيان خد لارج دوز اوف اي دي، كل سمك. يعني هنا الثيروكسين كان قليل، يقال نقص اليود، الايودين كان قليل، ايودين قليل شويه فالثيروكسين قل شويه، فالتي اس اتش عالي شويه، فالفوليكل بقت هايبر بلاستيك شويه، وبعدين خد لارج دوز اوف ايودين راحت الفوليكل بقت هايبر انفليوت فلات ابيثيليوم كده ومليانه كولويد كتير، عملت كولويد كتير. يقولوا عليها هايبر انفليوت بسبب اللارج دوز اوف اي دي، فجمعت كولويد كتير قوي لدرجه ان الخلايا اتبططت، الخلايا اتبططت والفوليكل بقت هايبر انفليوت. يعني هي الاول كانت نورمال فوليكل وبعدين بقت استيميوليت هايبر بلاستيك فوليكل وبعدين بقت هايبر انفليوتد فوليكل، يعني نورمال الاول وبعدين هايبر بلاستيك وبعدين هايبر انفليوتد وبعدين بدا اليو دي ال تاني، فبدات سي اتش يعلى تاني، ف
فبقت هايبر بلاستيك، وبعدين خد لارج دوز اوف ايودين تاني فبقت هايبر انفليوتد، وتوالت بقى ما بين هايبر بلاستيك وهايبر انفليوتد، هايبر بلاستيك وهايبر انفليوتد. القصه السخيفه دي فاهمينها؟ لا، فكره ان حد هو اصلا نورمال وبعدين اليود قل شويه والثايروكسين قل شويه فراح التي اس اتش عالي فبقت هايبر بلاستيك فوليكل، وبعدين خد لارج دوز اوف ايودين فبقت هايبر انفليوتد فوليكل، جمعت كولويد كتير وبقت هايبر انفليوتد فوليكل، وبعدين رجعت هايبر بلاستيك، وبعدين رجعت هايبر انفليوتد، وبعدين رجعت هايبر بلاستيك، وبعدين رجعت هايبر انفليوتد. القصه دي اوكي؟ بتجمع كولويد كتير يا محمود، يعني انت لو كنت جعان وبعدين انت جعان قوي وبعدين لقيت قدامك كباب كتير هتخش في الكباب، يعني ممكن تقعد تاكل في اللحمه والفته لغايه ما بطنك توجعك. اعلى شويه. الفوليكل لما بتبقى هايبر بلاستيك بتبقى هايبر فاسكولار، ما هو التي اس اتش ده ولاد بيزود الفاسكولاريتي عشان خاطر يرد الجلاند يود وياخد الثيروكسين منها، ما اندوكراين جلاند، فالمداخل والمخارج كلها دم، المداخل والمخارج كلها دم، فالجلاند لما بتبقى هايبر بلاستيك بتبقى هايبر فاسكولار، ولما تبقى هايبر انفليوتد تبقى هايبو فاسكولار. في الاخر ابص على الجلاند كده يا ولاد الاقي حتت في الجلاند هايبر والفاسكولاريتي قليله، وحته ثانيه هايبر بلاستيك والفاسكولاريتي كتيره، وبعدين حته هايبر انفليوتي، بعدين حته هايبر بلاستيك. تحس ان الجلاند متلخبطه كده، الجلاند متلخبطه عماله رايحه جايه بين الاثنين، رايحه جايه بين الاثنين. في مره من المرات راح بلاد فيسل فرقع فراح عامل هيماتوما، وبعدين الهيماتوما هيلد فايبروز، يعني عم حصل هيماتوما ونكروزس وفايبروز وراح عامل. تعالوا احكي لكم قصه كده، ايه اليود قل فالكولويد قل والفوليكل رجعت هايبر اكتف، ايه المشكله يعني؟ يعني جاعت تاني، جاعت تاني، صرفت المخزون اللي معاها وجاعت تاني يعني. وانتم بتسالوني اسئله غريبه كده لا مش فاهمها، يعني واحد بيقول لي ليه لما لقيت يود كتير جمعت كلويد كتير؟ ما هو كلويد معمول من اليود. وبعدين واحد راح سالني قال لي هو ليه لما تي اس اتش بقت هايبر بلاس عشان خاطر صرفت الكلويد اللي معاها ورجعت هايبر بلاس؟ انا بحكي سايكل عاديه، بلاش السايكل دي عشان ايه؟ ممكن ايه، انا هحكي لكم على حاجه عندكم. انا دلوقتي ايه، بنت في كليه الطب قالوا لها ان في امتحان فيسيولوجي وهيمتحنوها في 6، ثلاثه ناسياهم، ثلاثه ناسياهم وثلاثه ما تعرفش عنهم حاجه، وفي سؤال هي رايحه الامتحان ليه؟ يعني هي رايحه الامتحان ليه دلوقتي؟ ده الثلاث كتب ناسياهم وثلاثه ما تعرفش عنهم. التي اس اتش عالي، فالغده بتاعتها دي الاول كان الفوليك اللي فيها نورمال كيوبويدال سيل وافريج كولويد وافريج فاسكولاريتي، لما تي اس اتش عالي عندها الغده بقت هايبر بلاستيك، الخلايا بقت كولامينر والفاسكولاريتي زادت. وبعدين دخلت الامتحان لقت ان في شويه من الاسئله متكررين اللي هي عارفه اجابتهم، فالحمد لله عرفت انها تنجح. راحت تي اس اتش وطي، راحت الفوليك اللي عندها بقت هايبر، لانها لما روحت لقت اهلها جايبين لها اكله سمك عشان الفوسفور عشان ذكائها يزيد فبقت هايبر انفليوتد. وبعدين قالوا لها ان في امتحان اناتوم في 6، ثلاثه ناسياهم وثلاثه ما تعرفش عنهم حاجه. في سؤال هي رايحه ليه؟ لقت صحابها رايحين فراحت معاهم، يعني ما كل صحابها مش عارفين. وبعدين ايه، راحت التي اس اتش معالي بقت هايبر بليزي. وبعدين راحت اللجنه لقت بعض الاسئله متكرره فحلت فالتي اس اتش وطي، وبعدين كلت حاجه فيها يود فبقت هايبر ايه؟ انفليوتد. بس الجلاند بتاعتها اصبحت مع توالي الامتحانات ميكسد، حتت هايبر انفليوتد وحتت هايبر بليزيا، يعني حتت فيها هايبر بليزيا وحتت فيها هايبر انفليوشن، حتت فيها هايبر بليزيا وحتت فيها هايبر. في مره من المرات بلاد فيسل فرقع فراح عامل هيموريدج ونكروزس وعمل. فالبنت دي جات لي في سنه سته قالت لي يا دكتور انا الغده بتاعتي مليانه نديول، النديول دي بتاعه الفسيولوجي والنديول دي بتاعه الباثولوجي والنديول دي بتاعه النساء. قلت لها طيب انت سايبه الحته دي ليه؟ قالت لي عشان الجراحه والبطن. ايه رايكم في السايكل؟ مفهومه اكتر؟ منطقيه؟ منطقيه. وفلكتويشن في الليفل اوف تي اس اتش، فلكتويشن في الليفل اوف تي اس اتش، فالفلكتويشن في الليفل اوف تي اس اتش خلى الجلاند ميكسد بين هايبر بليزيا وهايبر انفليوشن. الهايبر بليزيا معاه انكريز فاسكولاريتي والهايبر انفليوشن معاه ديكريز فاسكولاريتي،
في مره من المرات حصل هيموريدج ونيكروزيس وفايبروزيس والفورميشن. تعالوا احكي لكم حكايات. كان في واحد يا اولاد عايش في الواحات، والواحات اليود فيها قليل والسيروكسين بتاعه كان قليل شويه، فالتي اس اتش عالي، فالتي اس اتش عالي، فلما التي اس اتش عالي شويه خلاه بدل ما يبقى نورمال فوليكل كيوبويدال وفاسكولاريتي افريج بقى هايبر بلاست وكولامينر ابسيديوم وفاسكولاريتي عاليه. عنده حاجه مشهوره قوي دلوقتي اسمها انديميك جويتر، لا مشهوره في الواحات، اليود قليل في الارض، فالزرعه اللي طالعه من الارض اليود فيها قليل، وحتى الخروف اللي بياكل من الزرعه دي، فالخروف نفسه عنده جويتر لان اليود قليل، فاليود قليل، السيروكسين قليل، اتش عالي، الجلاند هايبر بلاست. وبعدين اتجوز عروسه من اسكندريه، فراح اهل العروسه عزموه، فخد فبقت الجلاند فلات مليانه كولويد وهايبر انفليوتي. وبعدين ساب خطيبته وراح الواحات، فرجع ايه اليود قل، فالجلاند بتاعته بقت هايبر بلاستين والفاسكولاريتي زادت. وبعدين اهل مراته عزموه على سمك تاني، فبقت الجلاند بتاعته هايبر انفليوتي. وتوالت الزيارات ما بين اسكندريه الواحات، الواحات اسكندريه، فكانت النتيجه ان الجلاند بتاعته بقت موزايكو، حبه هايبر انفليوتد وحبه هايبر بلاستيك، حتت هايبر فاسكولار وحتت هايبو فاسكولار. في بره من المرات بلاد فيسل فرقع وعمل هيموريدج ونكروزيس وفايبروزيس. انا حاولت جامد اقولك في الاخر، اقولك الكوز انون. تعالوا ايه نفر كده في الدنيا فيها ايه. في الاول بيحصل هايبربليزيا دي تو انكريز. ليه هايبربليزيا؟ عشان مثلا الولية حامل، فلان الولية حامل محتاجة سيروكسين اكتر من الست اللي مش حامل، ولانها محتاجة سيروكسين اكتر، السيروكسين عندها ريلاتيفلي محتاجة سيروكسين اكتر شوية من الست اللي مش حامل، فالتي اس اتش بتاعها التي اس اتش بتاعها عالي شوية يا اولاد، عشان خاطر يحفز السيرويد بتاعتها انها تفرز سيروكسين عشان النونة عايزة. فدي حاجة يقولوا عليها في سيرجيكال جويت. الست الجلاند بتاعتها ايه؟ هايبر بلاستيك من الاستيميليشن. اوكي معايا ان الست الحامل دي الجلاند بتاعتها هايبر بلاستيك، واضحة؟ او واحد عايش في الواحات هو ولاد لوحده فبعيد عن البحر، فالارض ما فيهاش يود. عارفين الزرعة دي ما فيهاش يود، ما هي طالعة من الارض ما فيهاش يود. عارفين الخروف ده فيه لحمة، اللحمة فيها يود، لكن الخروف ده عنده جويتر، هرد عنده جويتر اليود قليل، ولان عنده ايودين ديفيشنسي ابسوليوت يا اولاد، يعني ريلاتيف ايودين ديفيشنسي، يعني الولايه دي بتاخد يود نورمال بس مش مكفيها، يعني هي بتاخد يود نورمال بس مش مكفيها، ده بقى بياخد يود قليل، عشان كده يقولوا عليها ابسوليوت. في يود بس قليل. دي بتاخد يود نورمال بس اليود النورمال دوز دي مش مكفيها، الدوز النورمال ده مش مكفيها. الظبي ده هو خروف بالانجليزي، فاهمين؟ لكن دواء بياخد يود قليل، فلما خد يود قليل السيروكسين بقى قليل، ولان السيروكسين قليل التي اتش عالي. تعرفين الراجل ده السيرويد بتاعته هايبر ستيميليتد فاسكولاريتي عالي. كلام واضح ولا لا؟ يعني فكره ان السيروكسين قليل شويه فالتي اس اتش عالي، فالجلاند بقت هايبر بلاستيك وكبيره. ما انت لما تيجي على الفوليكل تخلي الابيسيليوم هايبر بليزيا والفاسكولاريتي تزيد، طب ما حجم الجلاند هيزيد. الناس دي كلها عندها جويتر بس ديفيوز جويتر، يعني الغده بتاعتها كبيره شويه، يعني ده عنده حاجه اسمها انديميك جويتر، الغده بتاعته كبيره شويه وديفيوز، والولايه دي رقبتها منفوخه شويه كده جويتر. مثلا من الفسيولوجيكال جويتر دي ممكن تيجي في الحوامل، وممكن تيجي في ستات كمان البنات ساعه البيوبرت، يعني البنات ساعه البيوبرت يا اولاد بيجي لها برضه الفسيولوجيكال جويتر. بص يا اولاد اهو دول اتنين نفس السن، بنت وولد نفس السن. شوف البنت يا اولاد على اول اعدادي بتفور، شوف الولد بيبقى فدي عايزه سيروكسين اكتر، يعني عايزه تي 3 وتي 4 اكتر من الواد المقرقر ده، لان الميتابوليزم بتاعها اعلى منه، فهي عايزه تي سي 4 اكتر، فاهمين على ده؟ يقوم البيتيوتري بتاعتها تطلع تي اس اكتر من البيتيوتري بتاعت الواد ده، يقوم الغده بتاعتها تكبر شويه،
تكبر شوية عشان تطلع ثيروكسين أكتر عشان احتياجاتها أكتر، فيقولوا عليها فيسيولوجيكال جويتر، وساعات يقولوا عليها فينوس نيك. عارفين فينوس؟ عارفين فينوس ولا؟ فينوس ده مين؟ فينوس ده مين ولا؟ إله الجمال. فينوس ده إله الجمال. ليه بقى يا أولاد؟ لأن البنات النتقة الطويلة زي غادة عبد الرازق وأنجلينا جولي عندك أهو، لو حد ركز في رقبه انجلينا جولي ممكن يلاقي فنس في رقبتها، متعه اولاد طويله، ميتابوليزم جامد يعني، فاهمين يا ولاد؟ طب هما سموه فينوس نيك ليه؟ انا دلوقتي فارس. فينوس ده اله الجمال عند الرومان، يا ربي عند الرومان، عند الاغريق كان اسمه افروديت. الرومان الرومان هم اللي عندهم فينوس. انا دلوقتي فارس روماني معايا الدرع وبتاع، ودخلت الحرب وروح موت، وناوي اخطف واحده مقرقره، والله اخطف غادة عبد الرازق، اخطف دره معاك، اخطف غادة عبد الرازق، حد متع، وبعدين بقى انجلينا جولي، وبعدين بقى ايه، انت بعد ما تخطفهم كده لبسهم ستان كده بديكو ايفازيه، وبعدين تخش عليه، ايه ده؟ ايه المزه الجامده؟ فهم لاحظوا ان المزز هم لاحظوا كده الستات لما تبقى مزز كده بقى رقبتها، فاعتبروا ان نفخه الرقبه دي من علامات الجمال، فسموها فينوس نيك. السؤال الجاي، طب وليه الحكايه دي ما بتحصلش في الولاد؟ بص على الصوره وانت تفهم، بذمتك ده يبقى عنده فينوس نيك؟ ده بيكبر بالراحه جدا، لعلمك ده البنت بعد كده بتبص له على انه عيل، يعني ما تكلموش في السن ده، تبص له على انه عيل، فاهمين على؟ عشان كده الفسيولوجيكال جويتر ده ممكن تحصل في واحده حامل 6 ساعات البيوبرتي، فاهمين على؟ ده بيسموها فسيولوجيكال جويتر، اللي هو بتحصل فينوس نيك ده يا ولاد، فينوس نيك دي، والبريجننت ليدي دي بيسموها فيسيولوجيكال جويتر. انما لما بيكون في ريل ايودين ديفيشنسي كده زي الوحات يسموها انديميك جويتر. ساعات التي اس اتش يعلى نتيجه ديس هرموجينيس، ديس هرموجينيس يعني الجينيسيس بتاع الهرمو ديس، يعني تصنيع الهرمون وحش، يعني تصنيع الهرمون وحش، فيسموها ديس هرموجينيس. هو ديس يعني ايه يا اولاد؟ ديس يعني ايه؟ ديس يعني وحش، انتوا تعرفوا ديس مينوريا، مينوريا يعني منستريشن، مش هرمون جينيسيس تصنيع، بس احنا دايما نقولها كده تصنيع الهرمون وحش، هم يقولوا عليها وحش هرمون تصنيع، هم الانجليز بيتكلموا مش مالي، بيتكلموا عكسنا يعني. من اشهر الناس اللي بيبقى عندهم ديس هرموجينيسيس دول يا اولاد البندريت سندروم، دول من اشهر الناس اللي عندهم ديس هرموجينيسيس، بيبقى عندهم ديفيشنسي في انزيم اسمه بيروكسيديز. الثيرويد يا اولاد لما بتاخد يود من الدم، بتاخده في صوره ايودايد، ما تعرفش تستخدمه، لازم تاكسده الايودين. البيروكسيديز ده هو المسؤول عن تحويل الايودايد الى ايودين، يعمل له اوكسيديشن ويحوله الايودين، فتعرف تستخدمه. ولذلك نقص ريلاتيف ديفيشنسي في البيروكسيديز، يعني مثلا الناس العادية عندها 100 بيروكس، ده يبقى عنده 20 بس، مش عنده يعني 100 بيروكسيديز، ده عنده 20 بس، فكمية اليود المتاح قليل، كمية اليود المتاح في صورة أيودين، هو الأيودايد كتير، الأيودايد كتير، بس هو الأيودين هو القليل. يقولوا على الغدة ده أولاد هنجري إن ريتش، يعني الدنيا حواليها مليانة يود، الدنيا حواليها مليانة يود، بس هي يعني جعانة، جعانة، ما فيش اليود اللي موجود كله، ما بتعرفش تستخدمه أيضايت. يقوم تصنيع الثيروكسين يقل، يقوم لما تصنيع الثيروكسين يقل تتش يعلى، يقوم لما تي اس اتش يعلى يكبر حجم الجلان. ممكن يبقى الديس هرموجينيسيس خفيف، يعني مثلا بدل ما كان النورمال عنده 100 اللي عنده 80 يعني اعتبر وحدة القياس فالحقيقة مش وحش قوي، يعني هو الغدة كبرت، بس هي كانت الأول 20 جرام، 8 جرام هنا و8 جرام هنا و4 جرام الإزمة، هي كانت 20 جرام، لما كبرت بقت 50 جرام عوضته، يعني على 50 جرام بقى يسار، لكن ساعات يبقى عنده 30 بس، ولأنه عنده 30 بس بيروكسيديز، فالغدة كبرت قوي بس ما فيش فايدة، فعنده ميكسيديز، رغم إن الغدة كبرت مش قادرة تعوضه، فعملت له ميكس. ولذلك الديس هرموجينيسيس ده مختلف قوي، لا الديس هرموجينيسيس ده مختلف قوي، ممكن واحد يبقى عنده ديس هرموجينيسيس وايوثايرويد، الاي اي ده وحده قياس زي الكيلو جرام كده، الاي اي ده وحده قياس اللي هو الكيلو جرام، زي كيلو جرام او كيلو متر، في وحدات قياس جديده هتعرفها في الجراحه منها وحده ماشي يا خالد؟ ماشي يلا ولا مش ماشي؟ طيب
ساعات بقى بيبقى فيه سندروم كده ولاد اسمه بندر، ده عنده بقى بيروكسيديز قليل قوي، بيروكسيديز قليل قوي، فالواد بيبقى منتال ريتارد. انت عارفين الكريتينيزم بيعمل منتال ريتارديشن، وكمان بيبقى ديف وميوت. عيل بيبقى ديف وميوت ومنتال ريتارد، مشهور قوي البندر سندروم ده. يمكن في ناس في تسمع عنه في الاطفال، في حد ولاد يسمع عنه في الاطفال؟ خدته في الأطفال كويس، ماي خدته في الأطفال، في حد تاني خده في الأطفال غير ماي؟ يعني في حد تاني سمع عن البندر سندروم ده غير ماي؟ ولا قالوا لها على بندر سندروم في ودنها؟ يعني أكيد في ودنها. أحمد قال خدناه في الأنف وأذن. خلي بالك أولاد في ناس بتحاول تتعلم، يعني شوف أحمد خدها في الأنف وأذن، لكن يعني في الأطفال مش فاكر. أبت ماي لقطتها في الأطفال لكن مش لقطها في الأنف وأذن. في طالب أولاد يخش الأنف وأذن يقولوا له بندرت سندروم، يعمل كده يقوم معدي، يخش الأطفال يقولوا له بندرت سندروم يعمل كده يقوم معدي، خش على الجراحة بندرت سندروم يقوم معديها، يقول لك بص أنا ما حدش عارف يعلمني، أنا ما حدش عارف يعلمني. يعني بيبقى طالب ريزيستنت فور إديوكيشن، ريزيستنت فور، حائز على شهادة الآر إف دي، شهادة معتمدة بديها لقليل من الطلبة، يعني قليل من الطلبة اللي بياخد مني شهادة الار اف بيعلقها لعياله عشان يقول لهم انا الدكتور المطر اداني شهادة الار اف، بحيث ان لو ابنه طلع بليد في المدرسة ما يضربوش ولا يزعق له لان دي جيناته عدت له، والواد جايب من بره ما هي جيناته عدت له، فاهمين اولاد ولا لا؟ فيعني ادينا بنحاول هو اولاد حاجة بندرت سندروم، الحقها بقى، الحقها قبل ما تتجوز، الحقها قبل ما تتجوز، في حاجة اسمها بندرت سندروم، فاهمين اولاد؟ البندر سندروم بيبقى عيل صغير عنده جويتر، عيل صغير عنده جويتر وديف وميوت ومنتال ريتارد، عيل صغير عنده جويتر وديف وميوت ومنتال ريتارد، عيل صغير عنده جويتر اولاد وديف ميوت ومنتال ريتارد. في نوع تاني رير كده بيبقى في نقص جين تاني، ساعات بيبقى المشكله اللي معليه تي اس اتش وعامله هايبربليزيا، وعامله هايبربليزيا في الفوليكل الجويتروجين، ان العيال بياكل كرومب كتير اولاد وارنبيط. تعرفين الكرومب والارنبيط ده يعمل انتفاخ في، يعمل انتفاخ في الرقبه، انتفاخ في البطن. كرومب والارنبيط دول اولاد يا لهوي، طبعا ما بتكلمش على واحد يا اولاد عمل اكل طبق كرومب، لا في ناس اولاد لما الكرومب بتطلع يقول لك الحمد لله كرومب والارنبيط طلع، تقول له يعني ايه؟ يقول لك يعني الدفايات وصل، الظهر كرومب بالليل ارنبيط مقلي، وياخد عروش الكرومب يخللهم كمان. أم ده ولاد يعني، وممكن يبلع بليفت كمان، ليفت مخلل، الليفت ده كمان جويتروجينيك جامد، كرومب والأرنبيط والليفت. أم الكلام ده كله ولاد ضد الـ، يعني هو برضو السيرويد، هطلع سيروكسين إزاي في وسط كميات الكرومب والأرنبيط والليفت؟ فمش عارف أطلع سيروكسين إتش يعلى، يوم الجلاند تبقى هايبر بلاست. في بعض الأدوية زي الأنتسيرويد دراجز، ودي منطقة، دي منطقة اللي اسمها أن، والبارا أمينو ساليسيليك. تسمعوا لدى البارا امينو ساليسيليك اسيد ده ولا عن البارا امينو؟ تعتيب، برافو برافو عليكم التعتيب. فالبارا امينو ساليسيليك اسيد جويتروجينيك، والانسارود دراج جويتروجينيك، والليثيوم يعني في حاجات الادويه كده جويتروجينيك. يعني بص يا ولاد، احنا نقدر نقول ان اسباب الديفيوز جويتر، اسباب الديفيوز جويتر يا اما فيسيولوجيكال جويتر نقص، يا اما ديس هرموجينيسيس، يا اما جويتروجينيك ايج. اسباب السيمبل جويتر، سيمبل ديفيوز، سيمبل ديفيوز جويتر مفيش نوديول لسه، سيمبل ديفيوز، يا فيسيولوجيكال او انديميك، ده اللي هي ايودين، مشكله ايودين، يا اما ديس هرموجينيسيس، يا اما جويتروجينيك ايج. دي اسباب السيمبل ديفيوز جويتر. الحقيقه السيمبل ديفيوز جويتر ده لو اديته سيروكسين او يود، لو اديته سيروكسين بيتحسن بيخف، يعني ما تدي له يود وسيروكسين بيتحسن، لا مستحيل. انتوا فاهمين على دي السيمبل ديفيوز جويتر؟ فاهمين السيمبل ديفيوز جويتر ولا لا؟ هو السيمبل ديفيوز جويتر كله سببه ان التي اس اتش عالي، عالي بقى من نقص اليود، عالي من ديس هرموجينيسيس، عالي من لا التي اس اتش عالي، فالفوليكل بقى فيها هايبر، فحجم الجلاند كبر، حجم ماشي يا ولاد؟ هي دي الديفيوز جويتر يا ولاد، الديفيوز جويتر دي السيمبل ديفيوز جويتر هايبر بلاستيك جلاند ديو تو ريلاتيف ديكريز في السيروكس السيرويد هرمون وبرزيستنت اليفيشن اوف، فالجلاند تبقى ديفيوز هوموجين، كل الفوليكل ار اكتيف هايبر اكتيف. لو انت قللت تي اس اتش، اديت العيان سيروكسين قلل التي اس اتش، الاستيمولس هتروح والجلاند تطلع. بص على هذه الفوليكل، الفوليكل كلها هايبر بلاستيك، كل الفوليكل هايبر بلاستيك، قليل قوي اللي فيها هايبر انفليوشن ومليانه كولويد، لكن كلها هايبر بلاستيك.
واضح ان التي اس اتش عالي قوي. الجلاند الفوليكل كلها خلايا، كلها خلايا هايبر بلاست، كلها خلايا. تعرف لو عرفت توطي التي اس اتش ترجع تاني نورمال، لو عرفت توطي التي اس اتش ترجع تاني نورمال. الهايبر بلاست جويتر وقصه الانديميك جويتر والفسيولوجيكال جويتر والديس هورموجينيسيس والجويتروجينيك ايجنت، وان ده مخلي التي اس اتش عالي في حجم الجلاند، فالجلاند كبيره وفيها هايبر بليزيا. الكلام واضح؟ الديفيوز هايبر بلاست جويتر واضحه. وبعدين راح العيان واخد يود لارج، فالفوليكل حصل فيها هايبر انفليوشن، والفوليكل بقت ديستندد ويز كولويد، وبقت لايند بفلات ابيثيليوم ومليانه كولويد، والفاسكولاريتي قلت. يعني السلايد ده الفوليكل هايبر بليزيا، هايبر بليزيا وفاسكولاريتي كتير. السلايد ده الفوليكل هايبر انفليوتد والفاسكولاريتي قليل. السلايد ده ريبيتد فلكتويشن في التي اس اتش، مره يزيد ومره يقل، مره يزيد ومره يقل، فيحصل ريكرنت هايبر بليزيا وهايبر فاسكولاريتي وهايبر، بعدين ترجع هايبر انفليوشن، هايبر بليزيا هايبر فاسكولاريتي وهايبر انفليوشن، هايبر بليزيا هايبر فاسكولاريتي وهايبر انفليوشن. في مره من المرات حصل هيموريد ونكروزيس. خلي بالكم بقى ان الديودز دي كلها ان اكتف فايبرس، ان الديودز دي كلها اولاد ان اكتف فايبرس تيشو. اللي اكتف الانتر نودولار تيشو، هي دي اللي اكتف، هي دي اللي اكتف الانتر نودولار تيشو، لكن ان ديودز نفسها كلها ان اكتف. سؤال، انا بحكي ثلاثه سلايد، سلايد في ديفيوز هايبربليزيا، ديفيوز هايبربليزيا من اليفيتد تي، والاليفيتد تي اس اتش ده بيخلي الفوليكل كلها هايبر بلاستيك، وفي انكريز فاسكولار، الفوليكل كلها هايبر بلاستيك وانكريز فاسكولار. وات ايفر بقى السبب بتاع الهايبر بليزيا، وات ايفر السبب، انديميك جويتر، فيسيولوجيكال جويتر، يعني فيسيولوجيكال جويتر، انديميك جويتر، جويتروجينيك ايجنت، ديس هورموجينيسيس. المهم ان الجلاند اندر بيرزيستنت سيميليشن. المرحله الثانيه هايبر انفليوشن من لارج دوز اوف ايودين. فالجلاند النورمال دي شايفين الفرق، مليانه كولويد، يعني دي نورمال، بص هنا دي مليانه كولويد والبيسيليوم فلات. وبعدين حصل ريبيتد فلكتويشن، ريبيتد فلكتويشن، مره هايبر بليزيا مره هايبر انفليوشن، مره هايبر بليزيا وبعدين مره هايبر انفليوشن. فمره من المرات حصل هيموريدج ونكروزيس وفايبروزيس، وتوالت الاحداث وتوالت النديول، لكن النديولز نفسها هيموريدج وفايبروزيس ونكروزيس، فمش شغاله. اللي شغال الانتر نودولار تيشو، يعني الجلاند دي كبيره بحكم انها مليانه نديول فايبرس، مليانه نديول فايبرس، لكن الحقيقه النديول دي مش شغاله، دي نون فانكشن. اللي فانكشنج هو الانتر نودولار تيشو، لكن النديولز نفسها فايبروتيك. انا وصلت يا اولاد للثيوري بتاعتنا، وصلت للثيوري بتاعتها. ما لما بلاد فيسل بتفرقع، الانسجه اللي بتاكل من البلاد فيسل دي، لما بلاد فيسل تفرقع في شويه انسجه بتاكل من البلاد فيسل فبتموت، لما تموت مالهم. اقول لكم بس عشان تعرفوا ان دي نظريه، احكي لكم على نظريه تانية. نظريه تانية بتقول اولاد التات غير الرجاله، الخلايا بتاعت الرجاله هوموجينه، خلايا زي بعض، انما الخلايا بتاعت الستات مختلفه. يعني في خليه مثلا، خليه مثلا لابسه ديكولتي. السؤال الجاي، ليه النظريه الغريبه دي؟ اصل الرجاله خلاياها كلها زي بعض، اكس واي اكس واي اكس واي اكس واي، انما الستات الخليه دي الاكس ده اللي شغاله، الاكس الثانيه نايمه. طب الخليه الثانيه الاكس دي اللي شغاله، الاكس الثانيه دي نايمه. فيقول لك الاختلاف ده خلى استجابه الخلايا للتي اس اتش مختلفه. فساعات مثلا الخليه دي تستجيب بهايبر بليزيا وانكريز فاسكولاريتي، والخليه دي تستجيب بهايبر انفليوشن. عشان كده بيبقى في ميكسد باترن في الثيرويد بتاع الفيلم. فاهمين النظريه الثانيه يا ولاد؟ فاهمين النظريه الثانيه؟ اه طبعا الستات متميزه. فاهمين؟ مش قازم الساهر بيقول لها قولي احبك كي تزيد وسامتي، صح؟ وقال لها ان انا هغير الزمن واقيم عاصمه النساء بديلا، ساغير التقويم لو احببتني، صح؟ وبعدين هو قال لها كان مش هيغير التقويم بس وهيعمل فصول تانية، لا مش هيغير التقويم وهيعمل فصول تانية، هينتهي العصر القديم على يدي واقيم عاصمه النساء بديلا. فستات مميزه، اه طبعا مميزه، احنا دول نن عنا من جوه يعني. المهم يا اولاد يعني انتوا فاهمين فكره انها ثيرز، انتوا فاهمين فكره انها ثيرز، وان دي واحده من السيريز اللي كتاب القصر العيني كاتبها. انا كتاب القصر العيني كاتب، بص هلاد الجلاند المالتي نودولار جويتر دي، شايفين النديولز اللي ماليه الجلاند، النديولز دي فايبرس تيشو
وان اكتف ساعات يحصل فيها سيستيك ديجنريشن ويحصل فيها هيموريدج. يعني ساعات نديول يحصل فيها سيستيك ديجنريشن ويحصل فيها هيموريدج. شايفينها؟ شايفين الهيموريدج في النديول؟ يعني ساعات يبقى النديولز كده سوليد كلها فايبروزيس، وساعات النديولز نفسها يحصل فيها سيستيك ديجنريشن ويحصل فيها هيموريدج تاني. لما يحصل فيها سيستيك ديجنريشن يحصل فيها هيموريدج تاني. جلاند بتبقى كبيره ونوديولار. فاهمين يا رادا؟ لا بص، مثلا دي نورمال فوليكل، خلايا كيوبويدال كولويد وفاسكولاري افريج. وبعدين هنا دي بقى معظم الفوليكل هايبر بلاستيك. الفوليكل يا اولاد فاضيه، الخلايا كولامينر، الخلايا كولامينر وفاسكولاريتي عاليه قوي. فاسكولاريتي على فكره بيبقى كولويد قليل لانه بيتسحب جامد، الكولويد بيبقى قليل بيتسحب جامد. فدي نورمال ودي هايبر بلاستيك. وبعدين دي هايبر انفيليوتد، يود كتير كريز ايودين، فبقت هايبر انفيليوتد، بقت فلات، فلات ابيثيليوم مليانه كولويد، هايبر انفيليوتد. نورمال هايبر بلاستيك هايبر انفيليوتد. وبعدين بقت ميكس باتر، حتت فيها هايبر بليزيا، حتت فيها هايبر بليزيا في الفوليكل، وحتت فيها يعني هايبر انفليوشن. فاحنا وصلنا لمرحله ميكس باتر. وبعدين بعد ما بقينا ميكس باتر حصل هيموريدج، بلاد فيسل فرقع، والانسجه اللي بتاكل من بلاد فيسل دي ماتت، في انسجه جوه الهيموريدج ماتت. بعد شويه الهيموريدج ده عمل فايبروزيس وعمل الحقيقه ان النديول دي ان اكتف، واللي اكتف هو الانتر نوديولار. القصه كده يا اولاد يعني انا عرفت لمها في الاخر، القصه كده انا عرفت لمها في النديول دي عباره عن هيموريدج ونكروزيس وفايبر، هيموريدج ونكروزيس وفايبر. الحقيقه يا اولاد اللي انا النهارده مش هقدر اديكوا اكتر من كده، مش هقدر اديكوا اكتر من ساعتين عشان خاطر عندي ظرف كده، فما اديكوا اكتر من ساعتين النهارده عشان زميلكم اللي قاعد بقى يتأمر عليا امبارح ويقول لي بص واحنا هناخد 3-4 حصص والحصة انت قلت انها ساعتين ودلوقتي بقى 3 ساعات وانا عايز اتدرب. وبعدين ايه يعني الحمد لله رب العالمين، لا هو مشوار بس غصب عني لازم هعمله. فشوف اولاد النهارده مثلا مش هقدر اديك اكتر من ساعتين، نعوضها ان شاء الله اولاد، نعوضها ان شاء الله. بس وانا بعوضها بقى اولاد ما لاقيش حد بيتلكك لي وعمال يرفع ايده وبتاع مش عارف ايه، انا مش عايز اقعد معاكم ده غصب عني. فاهمين يا اولاد؟ يعني انا مش عايز اقعد معاكم خالص والله. انا وانتد، انا انسان وانتد وابن ناس ووحيد ومتدلع وما بحبش حد يقول لي امشي، ما بحبش حد يقول لي امشي. فاهميني؟ لما حد بيقول لي امشي بمشي على طول. ما يعني فاهمين يا اولاد؟ ها عايزين بقى ايه؟ يعني دايما ما حدش يقول حكايه نمشي. فاهمين يا اولاد؟ انا كل ما الاقيكم تعبتوا، يعني النهارده مثلا ولا قال لي عايز بريك، فانا عارف ان انا همشي 9:30، ما رضيتش ادي بش انا قلت يلا مش عشان انا عارف ان انا همشي 9:30 هعرف اديك. في الاحوال العاديه كنت هكمل والله. ان شاء الله اولاد حصه يوم السبت هتبقى فيها اسكيو كيم السبت، هتبقى فيها ايه، وان شاء الله هقدر اعدل حكايه شويه، يعني مش همنع الشرح لكن هعدل الريت شويه وهحاول برضو اكتر. يعني يوم الاحد ان شاء الله اشوفكم على خير. يعني بريستو احنا خدنا اللي هي لما ناخد الباب الثايرويد نقفله، نبقى نقلب على الثايرويد.